حاس اني جبت العيد. وهاي الشغلات معبية يعني انه كتير شغلات مشتركة بين البني ادمين. اللي عجبني افكر فيه بفكر فيه، واللي مش عجبني افكر فيه بشيلوش من ارضه يعني. يزن رسان كيف حالك حبيبي؟ تمام كيفك؟ تمام كثير مبسوط انك معنا اليوم. انا اكثر ومتحمس على الشغل اليوم صراحه. 100% بروديوسر طول عمري بال يعني بالفيل تبع الموسيقى بشتغل يعني بحب اعمل انتاج. طب شو رايك بالكونسبت بتاعت الشو؟ 8 ساعات ويلا. منيحه حبيت الفكره وشفت هيك اكثر من حلقه وعجبوني فقلت يلا. كثير مبسوطين انه انت موجود معنا اليوم. تسلم. انا اكثر متحمسين كثير نشتغل. بخليني احس بالرضا انه الحمد لله رب العالمين قدرت هيك اشي كنت عم بحلم فيه قبل ما ابلش كل هذا المشوار وهلا انا عايش جواته بالضبط. شو حاسس اليوم؟ بصراحه هذا نوع السيشن اللي بكون فيه تاليف هيك فجائي بحب اخليه مثلا لاعبين عن جد بنمسك نعرف شو الطبقه شو بدنا نغني عن شو بدنا نغني. بحب هيك يطلع معنا بشكل عفوي يعني. بتخيل قبلي في كتير ناس غنوا باللهجة الأردنية، الجيل تبع محمد رافع، محمد أبو غريب، فارس عوض، سحر خليفة، طارق الناصر، في كتير ناس غنت باللهجة الأردنية، ويعني وأنا والناس اللي رح تيجي بعدي يعني رح يكون امتداد لهذا الإشي لهذا الموروث. إيش محضر يزن آخر فترة أو شو عم بيعمل يزن آخر فترة؟ مش رح أحكي لك هلا يعني خليك تفاجأ، بس إنه عم بشتغل يعني. حلو، في مفاجآت يزن. مبسوط. 100% يعني أنا لما وقعت إيدي أول مرة في حياتي على الكاسيت تبع زياد رحباني زي اللي ملاقي كنز يعني إنه قديش عم بحكي عن مواضيع أو الطريقة اللي بيطرح فيها الأغاني نوع الكلمات قديش كنت بحس عم بفهم على هذا الإنتاج بطريقة سهلة عم بريحني عم بحب كيف هو بحكي كيف هو بعبر بالموسيقى. أنا بحب أغني عن كل شيء مشترك بين البني أدمين وهاي الشغلات معبية يعني إنه كتير شغلات مشتركة بين البني أدمين فلما بحس إنه أنا حاب أحكي مثلا عن هذا الموضوع الفلاني بس بقعد وبكتب عنه وبطلع معي. إيش في أغاني كتبتها بهاي الطريقة تاعت اللي كانت فجأة؟ أنا ما كتبت هيك إشي فجأة يعني إنه أكتبه وأصوره ويخلص كله بنفس اليوم يعني بتمنى هيك بس إنه ما صار هيك. بس شفت هيك تجارب يعني بالأردن بمصر بلبنان شفت ناس عم تعمل هذا الاشي وحبيت اكون جزء منه يعني. كثير مبسوط انك معنا كمان مره. شكرا. ويلا يا زلمه احنا بالاستوديو. ايوه طيب شو بدنا نعمل؟ تعال نشوف الكوردز. في حاسس هدول الكوردات بحسهم اف ميجر 7 سي ميجر اوكي اي ماينر اي ماينر شيء بهالمنطقة كن روح دي انا بي انا ولا اي ماينر استارا بي اي ماينر استاريرا اوكي كاميرا استيرا تارا بارا كيراري نرجع اوكي حلوين منيح حلوين 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 شو نكتب عن شو نغني ممكن نروح بكونسبت تاعت انه بني ادم عم بمشي مع الحياه بس هي مش عارفه وين بدها تروح مع او مش عارفه وين راح يروح في الدنيا بس انه هيني ماشي وعم بشوف هدول وبشوف هدول وبصير معي هيك بصير معي هيك انه مش عارفه الدنيا وين حتوديني عم بلش كلمه من بعيد انه وحيد ورايح مكان بعيد اوكي ونفسي اكون سعيد انه وحيد رايح لبعيد بالدنيا ماشي تديني تدي التاني بالدنيا ماشي زي كانه بكره العيد عندي بكره العيد اوكي الدنيا ماشي وحيد رايح لبعيد بالدنيا ماشي زي كانه العيد كان حاسس اني جبت العيد اسمع بستنى فرحة عيد بس إن شوي طالع دراما زيادة الغنية فهمت علي؟ ممكن نخلي مثلا ممكن نروح نغير كل الدايركشن يعني عنا صار تو اوبشنز يا منروح تاتي 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 هاي الجديدة هلا وممكن نروح بالحس الأولاني اللي هو حسيت هذا أحلى صراحة تبع الفا؟
حسيت وحسينه أكثر. خطر على بالي إنك. كيف كان اللحن الأولاني؟ استكار بيتا كرب استكارتي كل كلمة ممكن إيه؟ كل ما تترتت بيجد مثلا كل ما بنسى إنك موجودة موجود كل ما بنسى إنك موجود بفكر فيك. أوكي كل ما أنسى إنك موجود بفكر فيك بس كيف مع اللحن؟ كل ما أنسى إنك موجود بفكر فيك. راكبة؟ كل ما بنسى إنك موجود بفكر فيك أشياء تسألني عنك وربت أنت رب ربيك. الناس بتسألني عنك أشياء تسألني عنك. أوكي so كل ما بنسى إنك موجود بفكر فيك كل ما أنسى إنك موجود بفكر فيك ضروري أخلص منك وأغير التكنيك. طمني عنك وين أرضيك احكي لي اللي صاير فيك. طمني عنك وين أرضيك. لحظة بس هاي مش راكبة مع هاي. تعال نشوف كيف ترتيبها. أول إشي هذا كل ما بنسى إنك بعدين بنروح موجود بفكر فيك ضروري أخلص منك وأغير التكنيك ولا طمني عنك ولا بطيخ ولا توجع راسي طاخطيخ ولا طمني عنك ولا وين أرضيك ولا احكي لي اللي صار فيك. آخر كوبليه كنت مفكرك صاحب حبيبي وأحلى شريك جواتك ذهب وأصلي طلعت معبى بلاستيك. ولا طمني عنك ولا بطيخ كل ما بنسى إنك موجود بفكر فيك ضروري أخلص منك وأغير التكنيك. ولا طمني عنك ولا بطيخ ولا راسي ولا طاخوطيخ بس ترتا ترنانان. قدي السرعة هاي؟ 110 108؟ لا منيح من 110 بدهم تق 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 بحسها أسرع شوي 115 لا ما بدك تق 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 ما انسى انك موجود بفكر فيك ضروري اخلص منك واغير التكنيك. المدرسه اللي انا كنت فيها كان عندنا يعني غرفه الموسيقى كانت هديه من اليابان فكان فيها شو ما بدك موسيقى درمزات بيس جيتار الكتريك جيتار كيبوردز بيانو حقيقي دبل بيس تشيلو كمان كل شيء موجود. كان اساس موسيقى رائع مجدي سودان ومحمد فضل واستاذ فهي الله يرحمه. يعني كان في عندي اكثر من حدا اساتذه موسيقى شاطرين يعني كانوا حببونا بالموضوع. هلا انا اول ما بلشت اغني شوف انا كنت يعني بلشت اكتب اغاني وهيك وانا لسه بالمدرسه واتعرف ايش يعني استوديو واروح اسجل وهان. بعدين بالجامعه بلشت بهذا الستايل اللي انا فيه. باولها كان شوي غريب حتى بقول لك انا كنت مستغرب يعني اوكي حتى انا ما كنت مصدق الستايل يعني اول ما بلشت. في ناس كانت تعتبره نهفه في ناس كانت تعتبره حلو بس ما له شيء. اولها كان شوي غريب يعني بس بعدين صار له جمهور وتطورت الامور. يعني انا كنت بسمع بس مش كل شيء بسمعه كان يعني انه باخده بفكر فيه يعني بفلتر انا من عند اللي عجبني افكر فيه بفكر فيه واللي مش عجبني افكر فيه بشيلوش من ارضه يعني. انا اصحابي اصلا موسيقيين كله يعني انا من بس يعني بعرفش صدفه ولا مرتب الموضوع بس انه انا يعني حتى اصحابي شلتي اللي هم شلتي موسيقيين يعني ودرست موسيقى وكملت دراسه يعني بعد البكالوريوس برضه موسيقى و يعني بتخيل انه اثر حياتي ايجابيا يعني بالاردن يعني حسيت انه في كتير انتاج. في فتره لما كان يصير في فيستيفلز مثلا بمصر او بهيك هلا تكون اللاين اب يعني كل اردني 70% بندات اردنيه من مثلا جدل عزيز مرقه مربع يعني ما طلعوا بس واختفوا لا طلعوا وعلموا بالسين ولهم فانز وهلا في بكسام وسلاوي والاخرس لما تتمعن فيها اكثر بتحس انه في شغل يعني في ناس عن جد عم تتعب على حالها وعم تشتغل وعم تحاول توصل ومطلوب منك تضلك تنتج. مثلا انا صار لي بالفيلد هذا 15 سنه ولسه مطلوب مني انتج فهمت علي مش حيوقف. كل ما بنسى انك
موجود بفكر فيه. ضروري أخلص منك وأغير التكنيك، ضروري كل ما بنسى إنك موجود بفكر فيك، ضروري أخلص منك وأغير التكنيك ولا طب. كتير حلو، العدة منيحة، الأجواء لطيفة، الجو بساعد للبرودكشن، يعني بروفيشنال الشباب صبايا يعطيهم ألف عافية. لأي أنا بعرفه من زمان، يعني أول شيء بسمع عنه من قبل، بعدين تعرفت عليه. ميوزيشن قوي، بروديوسر شاطر، ذكي، لماح، بيختصر وقت، يعني الشغلات اللي ما لها طعمة خلص هو فاهم إنه ما لها طعمة، ما لها داعي. في ناس بيكون متحمس زيادة على الإنتاج فبروح بخربه، مش إشي عاطل بس يعني مش دائما بيطلع حلو. جزر روزان أسرع حد اشتغلت معه في حياتي. مش معقول. لا سريع مان، اللحن طلع كتير سريع. أنا كمان لأني صراحة من الناس اللي تربيت على مزيكة يزن، بسمع يزن من أنا عمري 14 سنة، فعارف بالضبط وين يزن راح يروح، وفاهم على دماغه منيح، ومدرسة يزن، درسين يزن يعني نوعا ما. فكتير كان الشغل سريع، كتير كان مسلي ورهيب، أنا مبسوط كتير. لما بلشنا نفكر هلأ بالتراك أنا ولؤي، حبينا نحكي عن العلاقات، فهي ممكن تكون مثلا من صاحب لصاحبه، من صاحبة لصاحبتها، من شاب لبنت. الفكرة بتحكي مثلا أنه في ناس بتطلع بحياتك غلط، طبعا أنت صعب تتعلم هذا الإشي إلا لما تدخل هاي التجربة وتطلع منها. هلأ شوي الكلام دائما الجمهور والناس بتتبع كتير على الكلام، ومرات بكون أنا من الناس شوي بخاف باختيار الكلمات، بس اليوم بالنسبة لي اللي بيغني بيحكي الكلام اللي بده اياه، والضابط في كاركتر في اتيتيود بالحكي مش موجود عند حدا تاني. فالكلام كان كتير مكانه، مع انه كلام الشارع تبعنا وكلامنا مع اصحابنا وهيك، بس انه بمكانه بهذه الطريقه بهذا الاسلوب وبهذا اللحن. بصراحه زي ما كنت متوقع، زي ما لقيت، يعني كنت عارف انه رح اجي، عارف انا وين جاي، مع مين رح اشتغل، يعني بالمينيمم زي ما عم بفكر. يعني اكيد في شغلات احلى صارت معنا بالطريق هون، بس انه بالمينيمم كانت الطاقه ايجابيه، الجو لله منيح، ويعني بشكر عن جد كل حدا فيكم والناس اللي ورا هاي الفكره، عن جد شكرا اقوى نار. كثير مبسوط اني عم بشتغل مع يزن حاليا، يعني هذا إشي كثير مهم في حياتي حاليا، وإشي كثير لذيذ. من زمان انا فان ليزن يعني، وكثير مبسوط انه هلا قاعدين عم نعمل مزيكا مع بعض. ان شاء الله في كمان بروجكتس لقدام، نشوف شو بصير. متحمس على تراك أقوى نوع، أقوى نوع على اليزن، أقوى نوع.